ريسينج يا سيدات والسادة، أيها الحفل الكريم، ينطلق الشوط الثاني من هذه الأمسية. الخيل المهاجنة الأصيلة تكافأ الدرجة الخامسة مسافة 1700 متر، 14 جواد يشارك ويتنافس على هذا الشوط. دان مع جودرام 4 فيلينز فويس لمربط الركابين الدكتور فهد بن سلمان الهاجري والمدرب لهذا الجواد. ثانيا محاولة من قبل الجواد رقم 8 هانجري فور فاشن لأبناء عبد الله بن محمد آل الشيخ الكواري مع ألبرتو سانا على المركز الثاني. محاولة التقدم مع بيور موشن لسيد جاسم بن علي بن محمد العطية واشتيبان مازور على المركز الثاني. محاولة أيضا من قبل الجواد رقم 5 وندروزا لي أيضا جاسم بن علي العطية وأرنو دولوبين على المركز الرابع. محاولة على المركز الخامس مع الجواد رقم 7 ذي قار لمحمد عبد الله العطية والخيال فالح بغريم على المركز السادس. طرمحوا التقدم مع إنجاز للجواد رقم 14 وكيل لمربط إنجاز وجهاد لأحمد سفيان السعدي على المركز السابع. طرمحوا التقدم من قبل بريزم بولي فالح بن سويد العجمي وعبد العزيز البلوشي على المركز السادس. عودة إلى الصدارة وعودة إلى المركز الأول مع الجواد رقم 4 الجواد فيلينج فويس لمربط الركابين والدكتور فهد سلمان الهادري على المركز الأول. محاولة من الجواد رقم 9 الجواد بيور موشن لجاسم بن علي العطية على المركز الثاني الآن من الخارج. أيضا محاولة وكيل على رابع المراكز الآن يتقدم لكن الصدارة والمركز الأول مع الجواد رقم 7 ذي قار لمحمد عبد الله العطية والجواد ذي قار. هادي الرمزاني مع فالح بغنيم على المركز الأول. محاولة جاسم بن علي العطية مع بيور موشن لكن الصدارة والمركز الأول مع هادي الرمزاني في قار محمد عبد الله العطية إلى المركز الأول وإلى صدارة هذا الشوط مع فالح بغريم إلى الصدارة مع الجواد في قار لمحمد عبد الله العطية. The official results for the second race of the evening: the winner, horse number 7, the Qar, Elmas Mohammed Abdullah Latia, trained by Hadi Ramzani, ridden by Fale Bughnaim. Second horse number 9, Pure Motion, Omos Jasim and Ali Latia, trained by Jasim Al Ghazali, ridden by Stefan Mazur. Third horse number 12, Warsan, Omos Wadi El Sail Racing, trained by Ali Yusuf Al Kabesi, ridden by Anas El Saibi. Fourth horse number 1, Arsad, Omos Fahad Mubarak, Jasim Al Groon, trained by Hadi Ramzani, ridden by Ibrahim Nader. And in fifth place, horse number 14, Wakil, Omos Injester, trained by Jihad Al Ahmed, ridden by Sofian Sadi.